أقدم لكم اليوم درس بعنوان هيا إلى العمل. قامت الأسرة برحلة إلى أرض العمل، وفي الطريق شاهدت الأسرة الفلاحين يحصدون القمح. باسم، ما أروع الفلاح المصري! وصلت الأسرة إلى أرض العمل، دهشت الأسرة من روعة المنظر. الجميع يعملون بجد وإتقان، معابد الأساس تبهر العيون، ويفد إليها الناس من كل مكان. هتفت بسمة، ما أروع صناع بلادي! شعر أفراد الأسرة بالجوع، فقد حرقت رائحة الحلوى شهيتهم. الآن سوف نقوم بشرح هذه الفقرة. قامت الأسرة برحلة إلى أرض العمل. قامت الأسرة، الأسرة هنا كلمة مفرد وجمعها الأسر. رحلة جمعها رحلات. إلى حرف جر. أرض مفرد وجمعها أراض وأرضون. العمل كلمة مفرد وجمعها الأعمال. حينما نسأل هنا سؤالا ونقول بماذا قامت الأسرة؟ بماذا قامت الأسرة؟ الإجابة: قامت الأسرة برحلة إلى أرض العمل. وفي الطريق شاهدت الأسرة الفلاحين يحصدون القمح. في حرف جر. الطريق كلمة مفرد وجمعها الطرق. شاهدت بمعنى رأت. الأسرة كما قلنا سابقا مفرد وجمعها الأسر. الفلاحين جمع ومفردها الفلاح. يحصدون بمعنى يجمعون. حينما نقوم بعمل خريطة الكلمة، لكلمة يحصدون أولا، هذه الكلمة فعل أم اسم؟ أحسنتم، فعل. حينما نقوم بعمل الجملة لكي نفهم معنى الكلمة، فنقول الفلاحون يحصدون القمح. إذا معناها هنا يجمعون. ومضافها يزرعون. الفلاحين يحصدون القمح. عندما نسأل سؤالا ماذا شاهدت الأسرة في الطريق؟ إذا الإجابة: شاهدت الأسرة الفلاحين يحصدون القمح. باسم يقول متعجبا: ما أروع الفلاح المصري! وأروع بمعنى أجمل. ما وعلامة التعجب؟ إذا هنا هذه الجملة أسلوب، أحسنتم، أسلوب تعجب. وصلت الأسرة إلى أرض العمل. عندما نسأل سؤالاً ونقول أين وصلت الأسرة؟ الإجابة: وصلت الأسرة إلى أرض العمل. دهشت الأسرة من روعة المنظر. دهشت بمعنى تعجبت. الأسرة من روعة المنظر. حينما نسأل سؤالاً ونقول مما دهشت الأسرة؟
الإجابة: دهشت الأسرة من روعة المنظر. روعة هنا معناها جمال، والمنظر كلمة مفرد وجمعها المناظر. الجميع يعملون بجد وإتقان. جميع عمال هذه المدينة يعملون بجد وإتقان. إتقان معناها إحكام. إتقان العمل بمعنى إحكام العمل. معارض الأثاث تبهر العيون. الأثاث حينما نقوم بعمل شبكة مفاضلات لهذه الكلمة، فنجد أن المكتب والطاولة والسرير، كل هذه الأشياء من أثاثات المنزل. حينما نقوم بعمل صفة فنقول أن الأثاث رائع أو جميل. معارض الأثاث تبهر العيون. ما الذي يبهر العيون؟ الذي يبهر العيون معارض الأثاث. ما الذي يبهر العيون؟ الذي يبهر العيون معارض الأثاث. ويفد إليها الناس من كل مكان. يفد بمعنى يأتي، ومبطل يرحل أو يذهب. هتفت بسمة، هتفت بمعنى صاحت بصوت عال. صاحت بسمة وقالت متعجبة، وقالت ما أروع صناع بلادي. ما وعلامة التعجب؟ إذن هنا الأسلوب أسلوب تعجب. ما الذي هتفت به بسمة؟ قالت ما أروع صناع بلادي. وصناع جمع ومفردها صانع. شعر أفراد الأسرة بالجوع. شعر بمعنى حس. وحينما نسأل سؤالا ونقول بماذا شعر أفراد الأسرة؟ إذن الإجابة: شعر أفراد الأسرة بالجوع. لماذا؟ لماذا شعرت أفراد الأسرة بالجوع؟ لأن رائحة الحلوى قد حركت شهيتهم. أو سؤال آخر: ما الذي حرك شهية الأسرة؟ رائحة الحلوى. فقد حركت رائحة الحلوى شهيتهم. حركت حينما نقوم بمعاني متعددة وتجريب معاني متعددة. ونقول مثلا في جملة: حركت رائحة الحلوى شهيتهم. وحركت الرياح الأشجار. حركت هنا بمعنى أثارت. أثارت رائحة الحلوى شهيتهم. أما حركت الرياح الأشجار فحركت هنا بمعنى هذت الرياح الأشجار. نبدأ النصف الثاني من الدرس. محلات الحلوى في كل مكان. دخلت الأسرة أحد مصانع الحلوى. تحدث الأب مع
مع أحد العمال. الأب: ماذا ينتج المصنع؟ العامل: ينتج المصنع جميع أنواع الحلوى. الأم: ما أشهى هذه الحلوى. باسم: بماذا تشتهر مدينتكم يا صديقي؟ العامل: مدينتنا عريقة. مدينتنا عريقة وشهيرة، فهي مدينة الأثاث والحلوى والألبان. الجميع في صوت واحد: ما أجمل مدينتكم. بسمة: هل عرفتم يا أصدقائي اسم هذه المدينة؟ سوف نقوم الآن بشرح هذه الفقرة. محلات الحلوى في كل مكان. محلات كلمة هنا جمع ومفردها محل. إذا قمنا الآن بمعرفة نوع التاء هنا، نوع التاء هنا تاء، أحسنتم، مفتوحة. محلات الحلوى في كل مكان. حينما نسأل ونقول أين توجد؟ أين توجد محلات الحلوى؟ الإجابة: محلات الحلوى في كل مكان. دخلت الأسرة أحد مصانع الحلوى. دخلت، التاء هنا تاء مفتوحة، والأسرة تاء مربوطة. دخلت الأسرة أحد مصانع الحلوى. أحد كلمة مفرد وجمعها آحاد، جمعها آحاد. أين دخلت الأسرة؟ الإجابة: أحسنتم، دخلت الأسرة أحد مصانع الحلوى. مصانع جمع ومفردها مصنع. تحدث الأب مع أحد العمال. تحدث بمعنى تكلم. إذا حينما نسأل ونقول مع من تحدث الأب؟ مع من تحدث الأب؟ تحدث الأب مع أحد العمال. العمال جمع ومفردها العامل. الأب: ماذا ينتج المصنع؟ ماذا يصنع المصنع؟ المصنع هذا ماذا ينتج؟ العامل: ينتج المصنع جميع أنواع الحلوى. ما السؤال الذي سأله الأب للعامل؟ السؤال هو: ماذا ينتج المصنع؟ هذا الأسلوب أسلوب، أحسنتم، استفهام. لماذا؟ لأن هناك أداة استفهام وعلامة استفهام. إذن الأسلوب أسلوب استفهام. العامل: ينتج المصنع جميع أنواع الحلوى. ماذا رد العامل على سؤال الأب؟ إذن الإجابة: ينتج المصنع جميع أنواع الحلوى. الأم: ما أشهى هذه الحلوى؟ أشهى بمعنى ألذ وأطعم. إذن هذا الأسلوب يتكون من ما وعلامة التعجب. إذن هو أسلوب، أحسنتم، أسلوب تعجب. يبقى مما تعجبت الأم؟ تعجبت من طعم هذه الحلوى. باسم: بماذا تشتهر مدينتكم يا صديقي؟ هذه المدينة تشتهر بماذا؟ العامل قبض عليه وقال: مدينتنا عريقة. وعريقة بمعنى أصيلة وقديمة. مدينتنا عريقة وشهيرة،
شهيرة بمعنى معروفة، ومضادها مجهولة. فهي مدينة الأساس والحلوى والألبان. حينما يقول بما تشتهر هذه المدينة، تشتهر هذه المدينة بأنها مدينة الأساس والحلوى والألبان. الجميع في صوت واحد: ما أجمل مدينتكم. في صوت، التاء هنا تاء أحسنتم مفتوحة. الجميع في صوت واحد، ماذا قال الجميع في صوت واحد؟ ماذا قال الجميع في صوت واحد؟ قال الجميع في صوت واحد: ما أجمل مدينتكم. ما أجمل مدينتكم هنا ما علامة أداة التعجب، وعلامة التعجب اسم هنا الأسلوب، أسلوب تعجب. بسمة، هل عرفتم يا أصدقائي اسم هذه المدينة؟ وأنتم، هل عرفتم عن ماذا نتحدث أو عن اسم هذه المدينة؟ اسم هذه المدينة هي مدينة ضمياط. فنقوم الآن بالإجابة عن تدريبات الكتاب المدرسي صفحة 58. السؤال الأول يقول: استمع إلى الدرس ثم رتب. معارض الأساس في كل مكان. الأسرة في مصنع الحلوى. الأسرة تشاهد الفلاحين. الجميع يعملون بإتقان. الترتيب حسب ما جاء في الدرس. نجد أن الأسرة تشاهد الفلاحين، ثم بعد ذلك الجميع يعملون بإتقان، ثم بعد ذلك معارض الأساس في كل مكان، ثم الأسرة في مصنع الحلوى. السؤال الثاني: استمع إلى الدرس ثم اكتشف. أرض العمل هي مدينة ضمياط. استمع إلى الفقرة الأولى في الدرس ثم ناقش. هات ما يلي: كلمة معناها يجمعون يحصدون، كلمة مضادها السماء الأرض، كلمة جمعها الطرق الطريق. أجب: ما المنظر الذي اندهشت له الأسرة؟ المنظر الذي اندهشت له الأسرة هو منظر الفلاحين وهم يجمعون القمح. جيم: تخيل، وصلت الأسرة إلى أرض العمل بعد رحلة نيلية أم جوية أم برية؟ بعد رحلة برية. في الصفحة التالية السؤال الرابع يقول: تأمل الصورة ثم صفها. نجد أن هناك بعض الصيادين ومعهم الشباك يصطادون الأسماك، فنقول: شباك الصيادين بها أسماك. في الصفحة التالية السؤال السادس يقول: اقرأ وفكر ثم أجب. معارض الأساس تبهر العيون ويفل إليها الناس من كل مكان. هتفت بسمة: ما أروع صناع بلادي. ألف: تخير الصواب مما بين القوسين. معنى هتفت: ضحكت أم صاحت أم غضبت؟ معنى هتفت: صاحت. مفرد صناع: صنع أم صناعة أم صانع؟ مفرد صناع: صانع. مضاد يفد: يرحل أم يبعد أم ينسى؟ مضاد يفد: يرحل. باء استنتج: لماذا يفد الناس إلى أرض العمل من كل مكان؟ يفد الناس إلى أرض العمل من كل مكان لشراء الأساس. جيم: تخير، كلمة صاحت تدل على شدة إعجاب بسمة بي، كثرة الصناع في أرض العمل أم غناء الصناع في أرض العمل أم إتقان الصناع في أرض العمل؟ الإجابة هي إتقان الصناع في أرض العمل. اقترح عنوانا آخرا للدرس هو مدينة الأساس.
سامي يقول اقرأ وحلل الكلمات التالية إلى مقاطع صوتية. اندهش حينما يكون بعد الحرف المتحرك حرف ساكن فيوضع معه في مقطع، وإذا كان بعد الحرف المتحرك ألف مد أو واو أو ياء فتوضع معها في مقطع. اندهش إن حرف ساكن، والدال حرف متحرك بعده حرف متحرك، والهاء حرف متحرك بعده حرف متحرك، والشين هو الحرف الأخير. أساس ا حرف متحرك بعده حرف متحرك، الساء بعده ألف مد فتوضع في مقطع، والساء الأخيرة في مقطع. رائحة رائحة. في الصفحة التالية السؤال التاسع يقول تأمل الجمل ثم لاحظ الكلمة الملونة. في المثال التالي بسمة ترسم اللوحة، باسم يرسم اللوحة، بسمة تجلس إلى الحاسب، باسم يجلس إلى الحاسب، بسمة ترفع العلم، باسم يرفع العلم. فنجد أن الفعل المضارع مع المؤنث يبدأ بالتاء، أما الفعل المضارع مع المذكر يبدأ بالياء. اقرأ وأكمل كالمثال: الطبيب يعالج المرضى، الطبيبة تعالج المرضى، باسم يحب مصر. إذن سنقلب باسم إلى مؤنث ستكون بسمة، ويحب سنقلب الياء إلى تاء تحب مصر. باسم يلعب رياضة، بسمة تلعب رياضة، باسم يزرع شجرة، بسمة تزرع شجرة، باسم يحمل الله على نعمه، بسمة تحمل الله على نعمه. مع الجزء الخاص. والآن مع الجزء الخاص بإجابة وتدريبات الأنشطة صفحة 34. نشاط فردي، استمع إلى الدرس ثم ضع صح أو خطأ. الفلاحون يحصدون القمح، إجابة صحيحة. معابد الأساس في كل مكان، إجابة صحيحة. حرقت رائحة الألبان شهية أفراد الأسرة، رائحة الألبان هي من حركت شهية أفراد الأسرة، إذا الإجابة خاطئة وهي رائحة الحلوى. ذهبت الأسرة ورش الأساس، الإجابة خاطئة، لأن الأسرة زارت معارض الأساس وليس ورش الأساس. في الصفحة التالية يقول بالاشتراك مع زميلك استمع ثم أجب. أكمل الجدول. معنى تبهر، تدهش، مضاد الجد الكسل، مفرد معارض معرض. أكمل العنوان. العمل مناسب للدرس. ليه؟ لماذا؟ لأن أهل المدينة يعملون بجد في صناعات مختلفة. أكمل بطاقة نتائج الأعمال. العمل ويريد نتيجته. يزرع الفلاحون الأرض، نتيجة ذلك يحصد الفلاحون الزرع. يعمل الصناع بجد وإتقان، نتيجة ذلك تقدم المدينة في الصناعة. يذاكر التلميذ دروسا، نتيجة ذلك النجاح بتفوق. اقرأ الدرس واستنتج اسم المدينة ثم أكمل بطاقة التعريف التالية. اسم المدينة هي مدينة دمياط. الأنشطة المشهورة بها هي صناعة الأساس وصناعة الحلوى ومنتجات الألبان. في الصفحة التالية السؤال الرابع يقول بالاشتراك مع زملائك اقرأ ثم أجب. باسم، بماذا تشتهر مدينتكم يا صديقي؟ العامل، مدينتنا عريقة وشهيرة، فهي مدينة الأساس والحلوى ومنتجات الألبان. تخير الصواب مما بين القوسين. معنى عريقة، كبيرة أم أصيلة أم جميلة؟ معنى عريقة، أصيلة. مضاد شهيرة، مجهولة أم صغيرة
أم فقيرة؟ معنى شهيرة معروفة، إذا مضادها مجهولة. جمع المدينة الديون أم المدن أم الدائنون؟ جمع المدينة المدن. تشتهر المدينة بصناعة الأساس والحلوى ومنتجات الألبان. أكمل خريطة الكلمة. يحصل نوعها فعل، المعنى يجمع، مضادها يزرع. في جملة يحصد الفلاح القمح. والآن مع إجابة تدريبات أوراق العمل. أولا القراءة، اقرأ ثم أجب. قامت الأسرة برحلة إلى أرض العمل، وفي الطريق شاهدت الأسرة الفلاحين يحصدون القمح. اندهشت الأسرة من روعة المنظر، الجميع يعملون بجد وإتقان. معارض الأساس تبهر العيون، ويفد إليها الناس من كل مكان. هذا ما يأتي، مرادف يفد، يأتي أو يحضر. جمع مكان، أماكن، مضاد روعة، قبح. مفرد الفلاحين، الفلاح. استخدم من القطع السابقة كلمة بها لام شمسية. الطريق كلمة بها لام قمرية. الأسرة كلمة بها مد للألف. قامت كلمة بها تاء مفتوحة. شاهدت كلمة بها تاء مربوطة. روعت حرف جر. إلى حرف عطف الواو. إلى أين قامت الأسرة برحلتها؟ قامت الأسرة برحلتها إلى أرض العمل. كيف كان يعمل الجميع؟ كان يعمل الجميع بجد وإتقان. رتب الكلمات التالية لتكون جملا صحيحة. أروع بلادي ما صنوار. إذن الإجابة ما أروع صنوار بلادي. الأساس تبهر معارض العيون. معارض الأساس تبهر العيون. اقرأ وأكمل كالمثال. المعلم يشرح الدرس. المعلمة تشرح الدرس. الفلاح يجمع القطن. الفلاح مذكر، فالفعل المضارع بدأ بالياء. حينما نقول الفلاحة سوف نقلب الياء إلى تاء، فنقول الفلاحة تجمع القطن. السباح يعوم في الماء. إذن حينما نقلبها إلى مؤنث سنقول السباحة تعوم في الماء. التلميذ يقرأ قصة. التلميذة تقرأ القصة. يفتح الولد التلفاز. تفتح البنت التلفاز. شكراً.